خلينا نبلش معك محمود، يعني لما بتحدث عن تجربتك في مهرجان جرش، يعني كيف كانت المشاركة؟ هل كانت هي أول مشاركة لإلك؟ وقديش استفدت منها؟ هو هذه أول تجربة لي في مهرجان جرش. صراحة شيء أفتخر به لكوني أول مرة وأول حفلة لي، وفخور جداً لأن أنا موجود متواجد في بلدي الثاني في الأردن وفي مهرجان جرش. صراحة جداً سعيد ومحضر الجمهوري مفاجآت كلش حلوة إن شاء الله. أنا حابة نسمع عن مشاركتك في جرش، أهمية هاي المشاركة وتواجدكم مع بعض يعني كفنان وكملحن. طبعاً شكراً لكم على هاي الدعوة. مشاركتي مع محمود، أنا مشرف على العمل عن البرنامج اللي حضره من أغاني من تفاصيل يعني راح يأديها على المسرح، فأنا أشرفت على اختيار الأغاني والشغل ومتابعة البروفات وكلها كاملة. أكيد هي يعني فرصة حلوة إنه إحنا نكون متواجدين في مهرجان ضخم وعربي كبير مثل مهرجان جرش، ويعني هاي أنا أكون سعيد جداً بيها. وإحنا أسعد. الله يحفظك. طبعاً خلوني بما أنه رحبوا بالبداية، شافكي قالت حطيك مجال بأن ترحب بيهم اليوم لأنني موجود من العراق. حقيقة حقي أنا أخذ حقي. اليوم يومك. اليوم يومك. حس أنه قاعد مع ربعه. حقيقة بالبداية أبارك لمحمود، حقيقة المشاركة في مهرجان جرش الحمد لله، ونجمنا العرب محمود تركي بتمثيل العراق في هذا المحفل الكبير اللي غنت على مدار الأعوام الحمد لله أسماء مهمة من الوطن العربي، فهذا تكريم وشرف أن بي أن تتواجد في هذا المهرجان، وأيضا وجود علي بدر هذا الملحن الجميل الكبير اللي أغنى الذائقة العراقية بالكثير من الألحان. خليني محمودك والمعلومة المهمة بأن أنت لاعب منتخب قوة كنت. اي صح. وهذه الرياضة بها التزام، اكو تنام من وقت، تمارينك خاصة، كل هذه الامور صح. شنو العلاقة بين الرياضة، انضباط الرياضة او الرياضي او لاعب منتخب يمثل العاب القوى وانضباط الفنان؟ شنو وجه التشابه بينهم؟ موضوع الالتزام، الالتزام هو التزام يعني بكل اختصاص. الرياضة اصعب لو الفن التزامها. الصراحة الرياضة. الرياضة صح. الرياضة لأن يعني من كنت رياضة، أنا كنت لاعب منتخب، تعرف اللاعب منتخب يتمرن الصبح وعصر. من كنت أتمرن الصبح لازم عندي وقت للأكل، أكل لازم أنام، ورا ما أنام أتمرن العصر، فكان وقتي محدود أصلاً، ما نعرف شيء اسمه سهر. موضوع اختصاص الرياضة يختلف عن اختصاص الفن. الالتزام كان أكثر بالرياضة. بالرياضة.